السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بنات المستقبل الثانوية العلوم للصف السابع المرحلة الأساسية. اليوم يا سابع راح نكمل مع بعض بدرس جديد عن العوامل المؤثرة في امتصاص الحرارة. احنا حكينا من خلال هذا الفصل عن أنواع انتقال الحرارة، كيف تنتقل أو طرق انتقال الحرارة. حكينا إنها تنتقل عن طريق التوصيل أو عن طريق الحمل أو بطريقة الإشعاع، وحكينا في الدرس اللي قبله عن كيف إحنا بنعمل عزل للحرارة عن الأجسام. بعض الأجسام نمنع إنها يطلع من عندها حرارة أو إنها يدخل فيها حرارة عن طريق بعض المواد اللي بتساعد على ما يسمى بالعزل الحراري. اليوم رح نحكي يا سابع بدرس جديد عن إيش العوامل اللي بتساعد على امتصاص كمية أكبر من الحرارة. عشان نفهم هاي العوامل خلينا نعرف مع بعض أو نتحدث على شيء موجود عندنا كنا في أو في أغلب البيوت، وهو ما يسمى بالسخان الشمسي. في عندنا بعض البيوت بتستخدم لتسخين المياه سخانات شمسية اللي هي بتشتغل على الطاقة الشمسية أو على حرارة الشمس، ما بتشتغل على الكهرباء هذه السخانات. طبعا لو احنا بنطلع على شكلها بنلاحظ انها بتتكون من مجموعة من الأنابيب وفي غطاء خارجي زجاجي. طبعا هاي السخانات الشمسية بتكون موجودة على سطوح المنازل، ووظيفتها انها بتقوم بتسخين المياه. طب كيف تسخن هاي الخزانات المياه، وشو هي مكوناتها الأساسية؟ خلينا نعرفها مع بعض اللي بتساعدها على عملية تسخين المياه اللي بتكون موجودة بداخلها. طبعا السخانات الشمسية يا سابع بتتكون، لو احنا نطلع عليها من قريب، انها بتتكون من مجموعة من الانابيب، وهاي الانابيب بيكون بداخلها كمية من المياه، ودائما هاي الانابيب بتكون مطلية باللون الاسود، ويوجد على سطحها من الخارج بغلفها غلاف زجاجي. طب ليش الانابيب بتاعت السخانات الشمسية بغلفوها باللون الاسود؟ عشان نعرف ليش بتكون باللون الأسود، خلينا نعرف أكثر كيف تعمل السخانات الشمسية، أو كيف يتم عندنا عمل السخان الشمسي عشان يقوم باللي هو زيادة درجة المياه أو ارتفاع درجة المياه وتسخينها. حكينا مع بعض يا سابع إنه الأنابيب اللي في السخانات الشمسية بيكون لونها أسود أو بطلوها باللون الأسود. ليه؟ لأن اللون الأسود بيمتص الحرارة، أو هو من الألوان اللي بيمتص أكثر حرارة من باقي الألوان الأخرى. وهذا دليل أو بنستنتج يا سابع مع بعض إنه كلما كان لون الجسم غامق أو يعني من درجات الأسود والألوان الغامقة، كان امتصاص الحرارة أكبر. عشان هيك في السخانات الشمسية الأنابيب بتاعت السخانات بيطلوها باللون الأسود، عشان الأسود بيمتص حرارة أكتر، فبيخلي درجة حرارة المياه تسخن أسرع. إذا عندنا يا تاسع، أول إشي إنه دائما اللون الغامق بيمتص حرارة أكتر. هذا الإشي يا سابع بخلينا نستنتج أول عامل مؤثر في عملية امتصاص الحرارة، وهو اللون. اللون بيحكي لنا إنه كل ما كان لون الجسم غامق كان امتصاص الحرارة أكبر، وكل ما كان لون الجسم فاتح بكون عملية امتصاص الحرارة أقل. فأول عامل من عوامل امتصاص الحرارة هو اللون. أما العامل الثاني يا سابع لعملية امتصاص الحرارة هو خشونة السطح. كيف يعني؟ يعني السطح إذا كان خشن بتكون كعملية امتصاص الحرارة أكبر. كلما كان السطح خشنا كان امتصاص الحرارة أكبر. أما الأسطح اللي بتكون ملساء أو ناعمة بتكون عملية امتصاص الحرارة لها أقل من الأسطح الخشنة. إذا يا سابع، آخر إشي بنستنتج مع بعض من خلال هذا الدرس إنه العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة أو بتزيد كمية امتصاص الحرارة، أول إشي عندنا اللون، وثانيا خشونة السطح. كيف اللون؟ اللون إنه كل ما كان الجسم غامق أو لونه أغمق بكون كمية الامتصاص أكبر، وخشونة السطح كل ما كان السطح خشنا أو أكثر خشونة بتكون كمان كمية امتصاص الحرارة أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدارس بنات المستقبل الثانوية